بون العمل الفارق اعتقد حسن التصرف 30 متر الاخير، معناتها الكاليتي تكنيك نتاع تروزيام ليني نتاع الترجي التونسي هي اللي عملت الفارق، لانه كان نشوف المباراه الوضعيات اللي جاوا للترجي جاوا للنجم المتلوي، لكن احنا ما عرفناش نتصرفوا، اللي افيان دي شي تكنيك اللي افي معناتها موفي شوا في لا ديرنيير باس، زاد كيف كيف او نيفو دو ديال اوفونسيف الان كونترا نحكي ديما في 30 متر المتر الاخير ما كناش حاضرين كما يلزم. بالعكس ترجي تونسي نجح كل موصلهم على نطقنا، الا وكانت يعني الهجومات نتاعو كانت خطيره، حتى اذا ما قبلناش اهداف على لي زاكسيون اوفونسيف نتاع الترجي كنا عانينا وتعبنا برشا. معناتها الميريت انا نقول يرجع الكاليتي تكنيك خاصه نتاع التروزيام ليني نتاع الترجي التونسي. احنا تعرف كل قدم لو فاكتور مونتال اي بريمورديال، معناتها اهم فاكتور توا في الفوتبول المودرن هو المونتال. احنا بعد تاريخ 5 جافريل، التاريخ هذا يعرفه رئيس النادي ويعرفه الناس الكل، تمسينا على المستوى الذهني. التاريخ هذاك كان من المفروض اخر تاريخ تم وعد فيه اللاعبين بتسديد المستحقات نتاعهم، ما صارتش العمليه هذه واللي في با معناتها سوليسيون واضحين. الحاجه اللي كانت تميزنا اللي هي لا سيرينيتي لا موتيفاسيون لا جينيوريزيتي دون دي فور لانفي، الحاجات هذه الكل فقدناها. تعرف يتمس امور ذهنيه تتمس، الباقي صعيب باش يتبع. عملنا اللي نجمو نعملوه، ما انتصرناش ان شاء الله ولا ما عملناش نتائج ايجابيه. ان شاء الله في المباريات الجايه يعني خلال من بدايه من الاسبوع القادم تتسوى الامور هذه الماديه ويرجع نجم المتلوي لسالف شعاعه ان شاء الله. شكرا. يعيش.